هنالك موضوع مهم وهو إنهاء أو عمل الأوفرلاب أو التراكم بين قضيبين من الحديد إن كان سفلي أو إن كان علوي. فهذا هو التراكم سيخ أول من وسيخ آخر من الطرف الثاني، ويتم تركيب التراكم. يجب أن يكون طول الإرساء أو طول التراكم بينهما 50 من قطر السيخ الرئيسي. فهنا المقاول، وعادة يتم عمل هذا الشيء بتركيب الأوفرلاب، بأن يتم تركيب الأوفرلاب بالتبادل وبالمخالفة، بالتبادل أو بالخلاف، وذلك بأن يتم مثلا بهذا الطرف يتم تركيب الوصلة من هذا الطرف، السيخ اللي بعده مباشرة يتم تركيب الوصلة من الطرف الآخر، وعكس السفلي بالضبط. يعني إن كان هنا الوصلة في العلوي لا يتم وضع الحديد الوصلة تحت أسفل، وإنما مجاوره. إحدى الطرق طبعا في تركيب الوصلات، ولكن الصحيح هو بالنسبة للأساسات أو اللبشة أو الحصيرة يكون الوصل يكون في المنتصف، الحديد السفلي الوصل يكون في منتصف المجاز، يعني ما بين المسندين، ما بين العمودين، يتم وضع الوصلة في هذه المنطقة ما بين المسندين. وإن كان علوي في اللبشة أو الحصيرة أو الأساس أو القاعدة يتم وضعه على يسار أو على يمين المسند، يعني في السلسل الأول من المجاز أو في السلسل الآخر من المجاز. أما البلاطات المعلقة بشكل عام هي عكس اللبشة بالضبط، فيتم وضع الحديد السفلي في الكمر أو البلاطات في السلسل الأول أو في السلسل الآخر الأخير من المجاز القريب من المساند، والحديد الإضافي والحديد العلوي يتم وضعه في المنتصف. طب لماذا؟ بالنسبة للبلاطات فإن القوة تأتي من الأعلى، وبالتالي بداية الشرخ يبدأ من الأسفل، أو الكراك يبدأ من الأسفل لا قدر الله. لذلك ممنوع أن يتم وضع الحديد أو الوصل في المنتصف في الحديد السفلي، لذلك يتم وضعه في الأطراف. عكس اللبشة أو الأساس فإن القوة تأتي من الأعلى من التربة، وبالتالي بالمنتصف في السفلي لا يتم وضع الوصل، وإنما خطر في العلوي، لذلك لا يتم وضع العلوي في المنتصف، يتم وضعه في الأطراف بالنسبة لللبشة.